يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وبيحمل بطبيعة الحال تهنئة جديدة بفوز جديد بنتيجة كبيرة للنادي الأهلي. أكيد احنا جايين لحضراتكم في الكلام وهنتكلم مع بعض في سياق حلقتنا النهاردة عن كل هذه التفاصيل. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك. بونجور جدا. بونجور. صباح الفل. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. سعداء جدا بحضراتكم بالمتابعة وبالتفاعل. ويمكن زي ما كريم قال احنا هنبدأ بالرباعية الجميلة اللي امبارح يعني احرزها النادي الاهلي, ولكن كمان هنروح بعد ما نقول هذا الخبر على التوقعات الناس اللي توقعتها صحيحه. هنعلن عن اسمائهم دلوقتي بعد اول خبر ان شاء الله. احنا عندنا عدد 4 متابعين ومشتركين قالوا النتيجه وطلعت فعلا توقعاتهم في محلها. عموما اكيد هنبتدي مع حضراتكم اخبارنا النهارده بهذا الخبر المبهج. نتيجه مباراه الامس الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي فاز على الانتاج الحربي 4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراه اللي اقيمت امبارح على استاد الاهلي والسلام, طبعا ضمن منافسات الجولة 7 في بطولة الدوري الممتاز. بكده بيرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 16 نقطة ليواصل تصدره لقمة الدوري بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه. طيب كلنا تابعنا الماتش امبارح. طبعا الشوط الاول يمكن ما كانش فيه اي اجوال, لكن الشوط الثاني طبعا علي معلول في الدقيقه تحديدا 48 تقدم بهدف, واضاف هنا حسين الشحات كمان كانت الدقيقه 69 الجول الثاني للاهلي. جه بقى وليد سليمان لما نزل بالتبديل الرائع اللي حصل او يعني اجراه موسيماني, والهدفين الثالث والرابع اللي كانوا في تحديدا في الدقيقتين 77 و87. وطبعا على الصعيد الاخر الانتاج الحربي كان باسم مرسي هو اللي احرز الهدف الوحيد, ده كان في الدقيقه 84. بس على كل حال هو كان ماتش حلو. الشوط الاول ما احرزناش فيه اي حاجه, الشوط الثاني كان اقوى بكتير. ناس كتير كانت بتقول هو احنا ليه بقالنا ماتشين يا كريم ما بنحرزش من اول دقائق زي ما احنا متعودين؟ ده الكلام او ده السؤال اللي طرح كمان على موسيماني. خليني اقول لحضراتكم في المؤتمر الصحفي اللي تلا الماتش, وهو قال ما فيش فورمولا في لا في كرة القدم. كرة القدم هي كرة القدم, ممكن الجول يجي في اي لحظة. وهو قال بس انا واخد بالي ان احنا بقالنا فعلا ماتشين ما احرزناش غير في الشوط الثاني, لكن هي دي برضو الكرة. فيعني احنا بنتكلم برضو ان في الاخر النتيجة مرضية جدا والحمد لله, واللي جاي باذن الله يكون كمان افضل. خلينا بقى نقرا مع بعض يا كريم انا وانت الاسامي اللي جت او توقعاتها كانت مظبوطة كده. زي ما كنت بقول في 4 من حضراتكم جاوبونا اجابات مظبوطة لما سالناهم في حلقة امبارح وفي البداية توقعاتكم ايه لمباراه النهارده اللي هي كانت امبارح. فال4 كانت اجاباتهم فعلا مظبوطه ومطابقه للي حصل. 4-1 منهم محمود بيومي كان قايل 4-1, وحسني ايهاب نفس التوقع, ماهر مخلص وسهى التوخي. ال4 دول من الناس اللي امبارح قالوا التوقعات بشكل سليم. لو هم دلوقتي صاحيين وبيتابعونا يا ريت كده تبعتوا لنا حتى على يعني على الصفحه عندنا وتقولوا لنا, او حطوا صورتكم, لان في بعض الاكونتس يا كريم ما بتبقاش الصوره محطوطه بتاعه الشخص نفسه, وساعات حتى الاسم نفسه وساعات الخل الوافي بقى. فلو انتوا سامعينا ابعتوا لنا على الصفحه بتاعتنا وحطوا صورتكم كده وجنبها التوقع, ممكن ان احنا نعرضها في اخر الحلقه. نقول مره ثانيه محمود بيومي وحسني ايهاب ماهر مخلص وسهى التوخي. خسرنا انا وانت الرهان, مش ضابطه معانا موضوع التوقعات. انا مش هشارك بعد كده في موضوع التوقعات. لا كانت مباراه حلوه فعلا. طيب من الحاجات اللي فعلا بتدعو جدا للفخر فعلا تنظيم مصر لمونديال كرة اليد واهتمام الدولة الكبير بهذا الحدث العالمي الضخم. طبعا كلها ساعات ويبتدي حفل الافتتاح. امبارح بالفعل وصل مجموعة كبيرة من المنتخبات ما عدا أمريكا, لأن عندهم 21 حالة إصابة بالكورونا ما بين اللاعبين والجهاز الفني. طبعا سيشارك بدلا منها سويسرا وفقا للتنظيم التالي. كمان مقدونيا هتكون بديلة للتشيك في مجموعتنا بعد انسحابهم. وكمان من ضمن الامور الملفته يعني او المهمه وصول كاس العالم نفسه اللي وصل مصر بالفعل مع منتخب الدنمارك. ومن ضمن مشاهد اليوم الاخير قبل الافتتاح ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شاهد التدريب الاخير لمنتخب مصر لكره اليد قبل خوضه مباريات كاس العالم. واكد مدبولي اهميه بذل كل الجهود للخروج بهذه البطوله بصوره تبهر العالم, طبعا مع ضروره الالتزام بكافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للحمايه من فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها بكل حزم للحفاظ على جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي المهم والعمل على خروج البطوله بصوره حضاريه تليق بمصر.
احنا بنتكلم عن حدث مهم، ويمكن علشان كده كمان احنا حابين ان النهارده بما ان هو اول يوم ان شاء الله النهارده 13/1 واول يوم بقى لهذه البطوله، احنا معانا فقرتين هنتكلم فيهم تحديدا عن منتخب مصر لكره اليد او هذه البطوله، ومعانا فيديو جراف كمان عن اللعيبه، هنعرض لحضراتكم اللعيبه بكل التفاصيل عنهم والمعلومات اللي حضراتكم حابين ان انتم تعرفوها، لان اكيد احنا في الاول وفي الاخر بنشجع المنتخب المصري، بنتمنى ان شاء الله ان هو يكون يعني صاحب أو حامل لقب البطولة. طيب مهم جدا ان احنا دايما نطمن على درجات الحرارة، وبما ان احنا بنتكلم النهاردة برضو يعني يوم مهم وكمان الويك اند جاي، ناس كتير بتحب تسافر، خلينا نطمن كده على درجات الحرارة بس بعد الفيديو جراف ده. طيب خلينا نروح دلوقتي نتابع اخبار فرق وانشطه النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي في الجزيره، ومراسلتنا هناك سالا حامد. سالا صباح الخير عليك، مصبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. يا صباح الفل يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والاجواء المتعلقه بالنادي الاهلي في جميع فروعه والنشاط الرياضي. وخلينا نبتدي باخبار النادي الاهلي ودور مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والاداره التنفيذيه وكل المسؤولين في كل فروع النادي الاهلي، اللي دايما يعني بيهتموا ان هم يقدموا افضل الخدمات وافضل الانشطه لاعضاء الجمعيه العموميه. عشان كده يعني امس شهد مقر فرع النادي الأهلي بمدينة نصر المحاضرة الثانية، انعقاد المحاضرة الثانية من محاضرات التوعية الخاصة بمراقبة جودة النظام الغذائي في كل المنافس في كل فروع النادي الأهلي. المحاضرة كانت بحضور يعني كل مديرين المنافس والشيف الخاص بكل منفذ في كل فرع، يعني بيجتمعوا عشان يعني يتناقشوا في بعض الأمور المتعلقة بجودة الخدمات اللي تقدم لأعضاء النادي الأهلي وجودة الطعام. دايما بيسعوا ان هم يقدموا يعني افضل جودة لأعضاء الجمعية العمومية. كمان يعني المحاضره دي اتعملت امبارح في فرع مدينه نصر، واول امبارح اتعملت هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ان شاء الله كمان النهارده تتعمل في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. خليني كمان اقول لك انا هوند ان الخطوه دي يعني غير مسبوقه لاعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه طبعا، بعد يعني بعد ما النادي تعاقد او استعان مع يعني واحده من الشركات العالمية الشهيرة في هذا المجال عشان يعني تحقق الهدف ده ويعني تحقيق أكبر استفادة من الشركة دي، والهدف الأساسي هو تقديم أفضل الخدمات ويعني تكون جودة عالية في للنظام الغذائي يعني لأعضاء النادي الأهلي في جميع فروع. ده بالنسبة لأخبار النادي وأخبار النادي الأهلي في الثلاث فروع. بالنسبة لأخبار النشاط الرياضي، وبعد فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري المرتبط للرجال، الفريق الأول لكرة السلة رجال بقيادة كابتن أشرف توفيق فازوا امبارح وظهروا لاول مره يعني بعد فوزهم بدوري المرتبط، فازوا على نادي الشرقيه للدخان بنتيجه 81-44، وده كان في دور ال 16 من بطوله كاس مصر.
وبكده يعني الفريق خلاص حجز مكانه في دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر. الفريق النهارده هيكون في راحة سلبية من التدريبات وهيعود مرة أخرى بكرة للتدريبات. التدريب هيكون الساعة 8، بس قبل التدريب الفرقة هتتمرن يعني شوية في الجيم بعض التمرينات يعني عشان طبعا يحافظوا على لياقتهم البدنية، والساعة 8 هيكون التدريب على صالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي. وإن شاء الله يعني التدريبات دي هتكون استعدادا للمرحلة المقبلة واللي هتشهد مباراتين مهمين جدا في تمهيدي لدوري السوبر للرجال. النادي الأهلي هيواجه نادي جزيرة الورد يوم 16 ويوم 19. يوم 16 هتكون هنا بمقر النادي، ويوم 19 هتكون صالة نادي جزيرة الورد بالمنصورة. ده بالنسبة لرجال السلة. بالنسبة لسيدات السلة النهاردة إن شاء الله هيواجهوا نادي الترام الساعة 5 على صالة الشهداء بمقر النادي، ودي هتكون أول مباراة من الثلاث مباريات في تمهيدي لدوري السوبر للرجال. يعني خلينا نفكر سادة المشاهدين إن التمهيدي لدوري السوبر بيكون بنظام ذا بيست أوف 3. النادي الأهلي بيلعب ثلاث مباريات، لو فاز بأول مباريتين بيتأهل بشكل رسمي لدوري السوبر، ولو لا قدر الله يعني فاز بأول مباراة وتاني مباراة خسر بيلعب ثالث مباراة عشان يتحدد مين اللي هيتأهل من الفرقتين سواء كان الاهلي او الترام. ده بالنسبه لسيدات النادي الاهلي. بالنسبه للفريق الاول لكره الطايره رجال النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي القناه الساعه 4 على صاله نادي القناه، وده هيكون ضمن منافسات بطوله الدوري. كمان يعني نظرا للظروف اللي موجوده في مصر وهي استضافه لبطوله كاس العالم لكره اليد من يوم 13 حتى يوم 31 يناير، عشان كده بسبب يعني البطوله دي هيتم وقف المباريات في بطوله الدوري لفريق الاول لكره اليد رجال وسيدات. عشان كده امبارح يعني الفريق الاول لكره اليد رجال خاض مباراه وديه مع نادي الطيران وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 34-27، وده طبعا يعني كان في اطار استعدادات الفريق لعوده الدوري مره اخرى واللي هيعود ان شاء الله بعد يوم 31 يناير. يعني دي انا هوند كانت ابرز واهم الاخبار والاجواء هنا في الفتره الصباحيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده مره اخرى للاستوديو. يعني تغطيه اكثر من رائعه، شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه سالة حامد، شكرا ليكي. خلونا بقى نروح مع حضراتكم الى مقر جريده الشروق وقراءه لاهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه مع زميلتنا العزيزه مراسله قناه النادي الاهلي روزان نصر. روزان صباح الخير عليكي وتفضلي سامعيني. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما ندخل في أخبارنا اليومية نروح لجدول مباريات النهاردة الأربعاء 13 يناير في كأس العالم لكرة اليد للرجال لمنتخب مصر مع تشيلي في الساعة 7 مساء. أما في الدوري الإنجليزي أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير في الساعة 10:15 مساء، ومانشستر سيتي مع برايتون في الساعة 8 مساء. من أهم الأخبار اللي معانا ويمكن أهم حدث يعني كمان النهاردة من اليوم السابع الليلة حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021 بحضور كبار الشخصيات. هيقام النهاردة حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في نسخته 27 في استاد القاهرة بحضور أهم وأكبر شخصيات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. وبتعد دي أول نسخة تشهد مشاركة 32 منتخب على أربع صالات مختلفة، وهيحيي الحفل المطرب العالمي تامر حسني اللي هيقدم الأغنية الرسمية للبطولة، وهيكون فيه عروض مبهرة علشان يخرج الحفل بشكل مشرف يليق باسم مصر واللي بتنظم أول حدث عالمي في ظل ظروف فيروس كورونا. كمان من اليوم السابع يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم مع تشيلي في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في نسختها 27 واللي هتستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 13 وحتى 31 يناير الجاري. كمان قام لاعبو المنتخب أمس الثلاثاء بجلسة تصوير، وكانت الجلسة دي مليانة بروح المرح والتفاؤل بين اللاعبين بفندق الإقامة، واللي نشرت الصور الصفحة الرسمية للبطولة عبر صفحتها على فيسبوك، وظهر فيها حماس اللاعبين وتركيزهم الشديد جدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا أن البطولة على أرض مصر وبتقام طبعا في ظروف استثنائية. من الإمارات اليوم تريزيجيه يسرد سلسلة إصاباته في الدوري الإنجليزي آخرها كورونا. أعلن النجم المصري ومحترف فريق أستون فيلا الإنجليزي محمود تريزيجيه عن تعرضه لسلسلة من الإصابات المتتالية واللي أبعدته عن الفريق الفترة اللي فاتت، وكان آخرها الإصابة بفيروس كورونا واللي بتضرب الملاعب الإنجليزية بقوة في الفترة الأخيرة. وكتب اللاعب المصري في حسابه الرسمي على تويتر:
قدر الله وما شاء فعل بعد الإصابة في الرأس 6 غرز تعرضت لمسق وخلفية ورا بعض وغبت لمدة شهر، وبعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية تعرضت للإصابة بفيروس كورونا. الحمد لله على كل شيء وربنا يشفي كل مريض. وأخيرا من موقع شروق، أتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بثنائية في شباك إشبيلية. وصل أتلتيكو مدريد انطلاقاته الرائعة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، وقدر أنه يعزز الصدارة لجدول المسابقة بفوز ثمين على إشبيلية في المباراة المؤجلة بينهم من المرحلة الأولى للمسابقة. وبكرة وبكده هيكون أتلتيكو رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 4 نقاط في منافسه العنيد ريال مدريد، وتجمد رصيد إشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس، وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف في الدقيقة 17 وفي الشوط الثاني بهدف تاني في الدقيقة 76. دي كانت أبرز وأهم الأخبار النهاردة من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. شكرا لك أنت زميلتنا العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي، ومستمرين مع حضراتكم في سلسلة أخبارنا. طيب هنروح للطقس بقى، هنروح للطقس. انا لسه كنت بقول مع كريم ازاي لو حضراتكم شايفين ورانا الرؤيه يعني واضحه جدا، في ايام بيكون في شبوره زي ما احنا تابعنا الاسبوع اللي فات تحديدا، لكن دلوقتي بجد انا يعني انا شايفه على مدى بعيد، ففيو بجد اكتر من رائع حقيقي. نروح بقى نشوف الفيديو جراف بتاعه درجات الحراره ونرجع نكمل. طيب خلينا نطمن اكتر كده ونعرف مزيد من التفاصيل. معنا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. خلينا في الاول اسالك، اتفرجت على الماتش طبعا امبارح اكيد؟ اه طبعا. ايوه كان توتر في الشوط الاول، بس الشوط الثاني الحمد لله يعني كان كويس، رباعيه كانت جميله ما شاء الله. يعني هو الاهلي انا نفسه الطويل بيخلي دايما الشوط الثاني عنده بيبقى افضل بكتير من الشوط الاول. صحيح. طمنا بقى كمان على يعني الطقس كده ونعرف من حضرتك، هل هنشهد في الايام القادمه وتحديدا هنا بنتكلم على الويكند اي برضو مشاهد من الشبوره او غيره يا فندم؟ اتفضل. لا، والشبوره فرصه تكونها ضعيفه جدا خلال الايام اللي جايه. احنا بنشهد خلال الايام الجايه تقلبات، وتقلبات يعني نبعد عن الشبوره خالص لان الشبوره استقرار. فالتقلبات الجويه اللي هنشهدها النهارده وبكره، نشاط الرياح اللي معانا، والنهارده طبعا هيكون مثير للاتربه وعلى الطرق الصحراويه والطرق المكشوفه، وده بادئ من دلوقتي بيقل معاها طبعا مستوى الرؤيه الافقيه على هذه الطرق، ولكن بشكل لا يعوق حركه السيارات اطلاقا. انما طبعا اصحاب الامراض الصدريه والتنفسيه واللي عندهم مشاكل في وكبار السن والاطفال بنقول لهم ما يتعرضوش لهذه الاتربه بقدر الامكان في النهارده وبكره. نشاط الرياح ده هيدينا احساس ان الكتله الهوائيه اتغيرت وان درجات الحراره بدات تنخفض، وده هنشوفه النهارده وخلال الايام اللي جايه. بالفعل درجه الحراره تنخفض بشكل ملحوظ. امبارح القاهره كانت 27 درجه، متوقع ليها النهارده 24 او 25، بكره 19 و18 الايام اللي بعد كده، فانخفاضات ملحوظه في درجات الحراره وفرص لسقوط امطار على مناطق من سواحلنا الشماليه والوجه البحري. طبعا ده كله من معالم فصل الشتاء، وبيخلينا نقول ان لا، مفيش ضباب، مفيش شبوره كثيفه خلال الايام اللي جايه.
يمكن حضرتك فعلا وضحت الكلام ده يوم الاحد، قلت لنا ان بدايه من يوم الخميس هيشهد اختلاف في درجات الحراره وهيبدا شويه مظاهر الشتاء تبان. حضرتك انا فاكره كويس برضو قلته لنا يعني. والحمد لله فعلا الاضطرابات بتاعتنا وفقا للنشاطات اللي بتصدرها الهيئه بتقول ان التقلبات بنشاط رياح وتراب بادئ من النهارده، ونشاط رياح هيستمر معانا الايام اللي جايه، ويدينا زي ما قلت لحضرتك احساس بهذا الانخفاض اللي ذكرناه من قبل. هيقعد قد ايه بقى دكتور محمود؟ يعني يومين ثلاثه ونرجع تاني في ارتفاع ولا الوضع ايه؟ لا هو يعني وفقا للتنبؤات يعني خلال الست ايام القادمين هنشهد انخفاضات في درجات الحراره وطقس شتوي الممتع بقى بتاعنا ده يعني. يا ريت بقى والله انا امبارح يا دكتور محمود كنت لابسه الصبح بعد الشغل تيشيرت صيفي، الواحد حاسس ان هو لسه في الصيف مش كده يعني؟ لا ما احنا مش عايزين نوصل، مش عايزين بقى نوعيه الملابس خالص دلوقتي، موضوع صعب صحيح. معلش ايوه صح شويه، بس الارتفاعات ما بتبقاش برضه طالما ما فيش رطوبه عاليه مع ارتفاع درجه الحراره فما فيش مشكله في اللبس، مش هنحس بمشاكل. تمام. حتى لو متقلين شويه مش هنحس ان الجو او الملابس بتاعتنا عامله لنا مشاكل، ولكن تخفيف الملابس او تغيير نوعيه الملابس الايام دي طبعا بيعمل مش مستحب طبعا. صحيح. تمام دكتور محمود، بنشكر حضرتك دايما على المعلومات المفيده اللي حضرتك بتقولها لنا، ويمكن فعلا النقطه مهمه، احنا ممكن يكون في كده يوم بيجي حر جدا فبنخفف فبنقوم نعيا بعدها بيوم. انا يمكن ممكن اكون برضو غلطت الغلطه دي، بس اكتر واسرع حاجه تجيب الواحد دور برد، ودور البرد في الفتره اللي احنا فيها بيبقى الواحد مرعب. لا هو مرعوب واللي حواليه منه يعني ايه متحفزين كده، ايه انت ايه ظروفك، ده برد عادي ولا كورونا ولا ايه؟ ربنا يسلم الجميع ان شاء الله. طيب زي ما حضراتكم عارفين احنا بنتابع معاكم وبنواكب يوميا كل الاخبار والمستجدات سواء رياضيا او حتى غير رياضيا، طبعا لا تخلو حلقة من حلقات هذا البرنامج للأسف الشديد عن الحديث عن فيروس كورونا. آخر الأرقام اللي أعلنتها وزارة الصحة هي 970 حالة إصابة جديدة، 55 حالة وفاة جديدة. طبعا مش محتاجين نعلق ونقول إن جائحة كورونا تعتبر يعني من أهم التحديات اللي بتواجه العالم كله هذه الفترة، الحقيقة خسائر بشرية ضخمة جدا، أضرار اقتصادية بالجملة، والكلام ده ينطبق على كل دولة من دول العالم، لكن إلى حد كبير نقدر نقول إن احنا الحمد لله مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدي الصعب، أكيد بفضل القرارات الحكيمة للقيادة السياسية وكل المعنيين ووزارة الصحة بطبيعة الحال، وكيفية إدارتهم للأزمة بشكل جيد من مختلف المؤسسات بالدولة. لم يتبقى سوى احنا بقى دورنا، احنا بقى الوعي بقى بالظبط كده. الشق الايجابي بقى في الخبر اللي جاي ان زي ما احنا قلنا او سمعنا الدوله بتسعى لتوفير لقاحات كورونا لكل المصريين، خاصه هنا الاكثر امانا والاكثر فاعليه، وبتسعى بشكل جيد لتوفير اللقاح ده هنا مجانا لكثير من الفئات، خاصه بنتكلم عن محدودي الدخل وغير اكيد القادرين. وزاره الصحه كمان والسكان اعلنت انه هيتم اطلاق الموقع الخاص بحجز وتسجيل لقاح كورونا، ده هيكون اواخر الشهر الجاري، على ان يكون مسموح للجميع بالتسجيل هنا بس بشكل بقى سريع وكمان بسيط، بعد ما تم فتح الموقع عده ساعات للتسجيل هنا التجريبي، وسجل ما يقرب من 10,000 مواطن. طبعا ده رقم ضخم جدا، جميع بياناتهم زي ما قالت كمان الوزاره انها اتسجلت بشكل فعلي ولن يضطروا للتسجيل هنا مره اخرى. زي ما قلنا وزي ما هنقول كل يوم، ربنا يسلم ويشفي كل مريض ويحفظنا جميعا ويخلينا اكثر وعيا، لان الايام اللي جايه يعني يا هتعدي بسلام جدا يا هيبقى فيها مشكله لو احنا يعني ما كانش عندنا الوعي الكافي. فده اللي احنا لازم عندنا الوعي الكافي فيما يتعلق بمساله الاجراءات الاحترازيه، وان الواحد ياخد باله، وموضوع الكمامه وغسيل يعني اليدين باستمرار، النوع ده من الكلام بيتهيألي كلنا حفظناه صم. فكره التغذيه السليمه محتاجين طبعا نقف عندها، عشان التغذيه السليمه من شانها ان هي طبعا الى جانب بقى الانعكاسات الايجابيه على الصحه العامه وعلى الكتله العضليه والنوع ده من الامور، مش ده المهم دلوقتي، احنا دلوقتي في مرحله تقويه المناعه بتاعتنا. صحيح. وطبعا الى جانب التغذيه السليمه بتيجي بقى فكره ممارسه الرياضه والتمرينات الرياضيه حتى الخفيفه البسيطه اللي الواحد فينا يقدر يمارسها من غير ما يعني يضطر يشترك لها مخصوص في نادي او انه يشترك لها مخصوص في جيم. هنشوف معاكم المره دي كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال بالنادي الاهلي ومجموعه من التمارين الجديده اكيد ممكن تساهم في رفع كفاءه المناعه. ايه هي الرياضه من فوائدها؟ طبعا ايه هي نوع التمرينات بالتحديد اللي ممكن نعملها؟ هنتابع معاكم من خلال هذا التقرير. اتفضل.
صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جماهير اهل العظام، صباح الخير اعضاء جميع نادي الاهلي بجميع فروعه. النهارده يا جماعه بنتكلم على موضوع شائك في ظل الفتره اللي احنا فيها دلوقتي وهو فيروس كورونا. فطبعا احنا مطلوب مننا الفتره اللي فاتت ان احنا نصور حلقه عن موضوع المناعه وازاي نعلي المناعه بتاعتنا. فجبنا لكم النهارده فكرتين، ان احنا ايه الاطعمه او الاغذيه اللي تعلي المناعه بتاعتنا، وايه هي التمارين اللي بتزود او بتعلي المناعه في جسم الانسان عموما. فخليكم طبعا معانا الحلقه، ان شاء الله باذن الله نقدم لكم باقه من التمارين وباقه من الاغذيه اللي تفيدكم الفتره اللي جايه وتحميكم من كل شر يا رب. خلينا كده في الاول نعمل شويه تمارين مع بعض تعلي المناعه بتاعتنا. ان احنا بنعمل ورم اب الاول كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اجين. طبعا انا بعمل ورم اب عشان اعلي الهارت ريت بتاعي وفي نفس الوقت اعلي الحجم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ابدا اشغل ابر بودي بتاعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تشينج. 1 لورا 2 3 4 5 6 7 8 احافظ على النفس. 9 10 اوكي. اول تمرين هبداه معايا في اللي هو من التمارين اللي بتزود المناعه، تمرين الهاي ني. ده بيعلي الهارت ريت وبيزود دخول الاكسجين للخلايا وبدوره بيطلع او بيزود او بيعلي المناعه بتاعت جسم الانسان. اول تمرين الهاي ني هنشتغله مع بعض. هنشتغل كل التمارين يا جماعه اللي احنا هنشتغلها مع بعض دلوقتي 4 مجموعات، كل مجموعه 20 ثانيه و20 تكرار. اول تمرين معايا الهاي ني هيكون زي ده بالظبط. اثبت ايدي فوق، ركبتي بتطلع فوق، باخد نفس. 1 2 3 4 على مشط رجلي يا جماعه، مش على كعبي، على مشط رجلي عشان ما تسمعش في الركبه. 3 4 5 6 7 8 9 10 اجين. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ده اول تمرين بعمله 4 مجموعات 20 تكرار. تاني تمرين اللي هو تمرين الجامبك جاس، وهيكون كالاتي: بفتح ايدي مع رجلي وبقفل ايدي مع رجلي والنفس منتظم عشان اقدر اكمل التمرين العدد المطلوب مني، وهكذا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اجين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ده برضه هنعمل 4 مجموعات في 20 تكرار. التمرين الثالث سكوات، رجلي بمستوى كتفي، شدت بطني، شدت منطقه الكور اللي هي اللور باك، وانزل ايديا قدامي واحافظ على النفس. وانا نازل اخد نفس، طالع اطلع النفس. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 عيد طبعا 20 عدة. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اخر واحدة مع بعض. 2 3 4 دي من التمرينات اللي بتعزز هرمون التستوستيرون في الدم وبدورها بتعلي المناعة في جسم الانسان. اوكي طبعا هعمل نفس التمرين بس على رجل واحدة عشان التركيز على رجل اقوى. بطلع رجلي قدام اليمين، الاتنين مشط رجلي باصين لقدام نفس الاتجاه. دي بتبقى ورا ثابتة، دي اللي بتتحرك معايا. اهم حاجه النزول يا جماعه وانا نازل، وركبتي ما تسبقش القدم زي ما انا شغال بالظبط دلوقتي. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تشينج. رجلي الثانيه نفس اللي عملناه في الاولانيه بالظبط. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اخر واحده. 1 2 3 4. انا ليه بزود على رجلي او ليه فوكس على رجلي بالذات؟ لان احنا عارفين كلنا ان هرمون التستوستيرون بيطلع من عضلات الرجلين، بيفرز من تحت. كل ما بنزود هرمون التستوستيرون في الجسم كل المناعه وهرمون البناء بيزيد في الجسم، فده بطبيعته بيدينا حصانه من اي امراض، بيدينا حصانه من اي فيروسات، ربنا يحمينا. طيب التمرين اللي بعديه هستخدم الدمبل من تمارين الارمز. بطني مشدوده، ظهري مشدود،
بعمل ني شويه للركبه، مفصل الركبه عشان يدي بالانس اكتر. كل ما بقرب يا جماعه للأرض مفصل الركبه بيدي بالانس اكتر للجسم، بيدي ثبات. اوكي، تمرين البايسبس كالاتي: 1 2 3 4 5 6 7 20 تكرار برضو: 8 9 10. ولو عايز اخليه تمرين ادفانس شويه ممكن اخليه تمرين مركب كالاتي: 1 2 بشغل مع عضله الديت ليفت اللي هي القطنيه، 3 شد بطني، 5 6 7 8 9. تمرين تاني، تمرين مركب هناخده، ده برضه بيزود المناعة وبيزود هرمون التستوستيرون في الجسم: تمرين شولدر بريس مع سكوات هكذا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هناخد تمرين ترايسبس، بس افضل ان تمرين ترايسبس يتلعب وانت نايم على ظهرك عشان تريح منطقه اللور باك، تريح منطقه البط وهكذا. هنعمله كالاتي: رجلي متنيه، بص للامام، ايديا مفروده زي ما انا فريدها كده بالظبط، واشتغل: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وممكن ادخل مع التمرين البطن لور ابس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، ناخد تمرين تاني دوره بيزود تونينج في الجسم. يعني ايه تونينج في الجسم؟ اولا لو عندك اي تشوهات قواميه بيعدلها لك، في نفس الوقت برضه بيخلي القوام بتاعك مفرود، جسمك مفرود.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، ممكن نعمله من 10 لعدات ل 15 عدة. هنعمل اخر حاجه ستريتشنج عشان اخلص من حمض اللاكتيك اللي اتكون اثناء التمرين. نعمل استرتشات للجسم، من اهمها ارجع بجسمي كله لورا، اللور بادي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اطلع لقدام امسك جسمي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر استرتش معانا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واطلع: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده يكون خلصنا التمارين المهمه اللي بتزود عندي المناعه وبتزود عندي هرمون التستوستيرون وبتخليني بصحه افضل في ظل الزمن اللي احنا فيه والامراض
وفيروس كورونا، ربنا يحمينا يا رب. اخر حاجه كنت عايز اقولها، الاكل يا جماعه لازم هو ده اللي بيزود الملاءه بتاعتنا. طبعا لازم فيتامين سي، فيتامين اي، لازم طبعا الفاكهه الجافه، لازم البرتقال، لازم الليمون عشان فيتامين سي. فيتامين اي ناخده من الكبد، ناخده من الفول النابت. الزنك طبعا مهم جدا الفتره اللي احنا فيها دي، ناخده اعلى تغذيه بناخدها من الفول النابت هي الزنك، وربنا يحمينا يا رب. النهارده كنا معاكم باقة من التمرين اللي بتزود المناعه مع كابتن محمود فوكس نادي الاهلي، واتشرفت بيكم في حلقات جايه ان شاء الله. والله احنا بنشكرك جدا يا كابتن فوكس حقيقه على التمرينات دي، واعتقد يعني هي مفيده جدا، واي حد زي ما كنا بنقول عنده كسل او ما عندوش وقت او ما بيكونش يعني بيحب قوي الرياضه من البيت، ممكن ان انت تتابع كل يوم 10 الصبح في الاهلي وتتابع الرياضات المختلفه اللي بيقدموها الكباتن المختلفين في النادي. نروح بقى لاخر خبر معانا في الفقره الاخباريه، وهنتكلم فيها عن رياضه لذوي الهمم، هي بتديهم خلينا نقول امل، بتزيد عندهم كمان روح الاصرار والتحدي زي ما بيتقال، هي رياضة البوتشا. رياضة البوتشا أنا وكريم اتكلمنا عنها قبل كده، ويمكن عرضنا كمان فقرة كاملة عنها، دي بتبقى مخصصة لمرضى الشلل الدماغي. كنا زي ما قلت لحضراتكم يمكن تقريبا من شهر اتكلمنا عنها بشكل يعني تفصيلي، هنتابع بقى التقرير اللي احنا عاملينه عنها، وهنروح فاصل وبعد كده نرجع أول بقى فقرة معنا وأولى فقراتنا الحوارية. هي لعبة البوتشا دي لعبة لشديد الإعاقة والشلل الدماغي. اللعبة دي الملعب بتاعها بيتكون من مستطيل 12 متر ونص في 6 متر، متقسم متر في 2 متر ونص، 6 حارات، دول 6 صناديق رمي بيقف فيهم اللاعبين أثناء الرمي. بعد كده في خط الفي، ده على بعد من نص الملعب من متر ونص، وبعد كده من الأطراف 3 متر، وبعد كده بقت الملعب لحد 12 متر ونص. المباريات عندنا بتتلعب بكور، الكور دي بتكون مصنوعة من خامات معينة، ليها وزن وليها محيط معين، وزنها 275 جرام ومحيطها 27 سنتر، بتكون لينة وصلبة ومتوسطة الليونة علشان خاطر الحالات اللي تقدر تمسكها. عندنا اللي بيمارس اللعبة دول أولاد، قلت إن هم مصابين بالشلل الدماغي والإعاقات الشديدة، بيكون في ضعف في العضلات في الاربع اطراف. ده شرط اساسي ان هو يكون اللاعب بتاعنا عشان يخش جوه التصنيف. والله انا طبعا سني كبير وما كنتش بلعب حاجه خالص، وابتديت العب قريب الكلام دوت، فطبعا عرفتني بناس وعرفتني بمجال الاعاقه اكتر. طبعا انا شغال في مجال الاعاقه اساسا، بس طبعا ابتديت اقابل اصحابي على طول وانزل، وبعدين تغيير جديد يعني في الحياة. بدأت من حوالي من سنة وشوية، زميلتي في المدرسة هي اللي عرفتني على اللعبة، جيت وتعرفت على اللعبة وعجبتني فاستمريت بقى. ده مبسوط قوي وفرقت معاك كتير خالص يعني، والإسبان اللي فات سافر بورسعيد وخد المركز الثاني، خد الشهادة والميدالية، وبرضه من حوالي 6 شهور كده خد برضه مركز ثالث وخد ميداليه. والله احنا تعرفنا عليها عن طريق احد المؤسسات اللي كانت بتحاول تنشرها، فاشتركنا في اللعبه، والحمد لله بقى لنا حوالي سنه مثلا وشويه او سنتين ساعة ما انشئت يعني. نفسي بس يبقى في تسليط للضوء اكتر من كده للعبه، في احتياجاتها يعني، لينا احتياجات يتوفر لنا، بناشد وزير الشباب والرياضة يوفر لنا بس احتياجاتنا من أدوات ومن إمكانيات، لأن احنا بنمثل مصر يعني، ما نقلش أي أهمية عن أي حد، فيعني احنا طالبين إمكانياتنا تبقى مشروعة عشان نقدر نمثل مصر يعني. و90 في النادي الأهلي، واستمر مشواره في القلعة الحمراء لمدة 25 عاما، ليحصد خلال هذه المدة 23 بطولة محلية وقارية، ليكون أكثر اللاعبين حصولا على عدد البطولات بالتساوي مع جوهر نبيل لاعب اليد السابق وعضو مجلس الأهلي الحالي. استطاع محمد إبراهيم خلال مسيرته في عالم كرة اليد أن يتوج ببطولة آسيا أثناء احترافه مع العرب القطري، ليصبح متوجا ببطولتي آسيا وإفريقيا للأندية خلال مسيرته.
مع المنتخب شارك محمد إبراهيم في 6 بطولات إفريقية، حصد لقب 2 منهما، وشارك 6 مرات في بطولة العالم لليد، كما شارك في 2 للألعاب الأولمبية، وتوج مرة وحيدة ببطولة العالم مع المنتخب العسكري، كما حصد 2 في 2 للألعاب الإفريقية و2 للألعاب العربية. محمد إبراهيم تاريخ حافل من البطولات والميداليات الذهبية محلياً وقارياً وعالمياً، كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة اليد الأهلاوية والمصرية. طبعاً الفترة دي واليومين دول لا صوت يعلو فوق صوت مونديال كرة اليد اللي بتنظمه مصر ابتداء من النهاردة إن شاء الله، واللي بنتمنى أنه يطلع في نهاية الأمر بصورة مشرفة تتماشى مع قيمة مصر والمصريين. احنا معانا في الفقرة دي نجم من نجوم كرة اليد عشان طبعا نتكلم معاه عن كل حاجة تخص بطولة العالم اللي هتنطلق اليوم، وكمان هنرجع معاه بذكرياتنا وندخل معاه دولاب بطولاته الشخصية، لان هو دولاب بطولاته الشخصية الحقيقة مليان بألقاب محلية وقارية وحتى عالمية. معانا كابتن محمد ابراهيم كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد. صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الخير استاذ كريم. صباح الخير. نورنا في 10 الصبح في الاهلي. نور حضرتك بجد. وقبل ما نخش على البطولة، واحنا عارفين 23 بطوله محليه ودوليه و2 كاس وحاجات زي كده كتيره جدا، عايزين نعرف عنك اكتر، يعني ابتديت امتى؟ وبعدين انت اعتزلت تقريبا من سنه وبتشتغل، يعني خلينا نعرف على البروفايل. انا بدات الهاندبول في سنه 94 من ناشئين النادي الاهلي او في مدرسه الهاندبول في الاول، قعدت سنه فيها يعني حوالي سنه، بعد كده دخلت الفريق، تدرجت بقى في فرق الناشئين والشباب في النادي الاهلي، وبعد كده بدأت كلاعب محترف في نادي الأهلي سنة 2005 مع الفريق الأول لكرة اليد. وفي التوقيت ده قعدت من 2005 لحد 2018، موسم 2018-2019 في نادي الأهلي، ودخلت منتخب مصر الأول برضو سنة 2005، فضلت فيه حوالي 14 سنة بس. وحاليا أنا الحمد لله شغال مهندس في شركة بترول. انت اعتزلت من سنه بس بتشتغل من الاول؟ لا انا اوريدي او ما اتخرجت اشتغلت، لكن انا لستيل ما اعتزلتش، انا بلعب حاليا في نادي الجيش، والسنه اللي فاتت كان عندي تجربه احتراف في احدى الدول الخليجيه، وحاليا بلعب في نادي الجيش المصري يعني. وشغال يعني الاثنين، لعب مع الشغل. برافو عليك ان انت عارف توازن ما بين كل ده. احنا بنتكلم على لاعب مشواره بيحمل 23 بطوله زي ما نهاوند بتقول، ما بين محليه وما بين قاريه، الى جانب 2 كاس عالم للانديه، فهايل ان انت عارف تعمل الموازنه دي، لان طبعا الحصول على هذه البطولات كلها بيستدعي طبعا تفرغ كامل وتدريبات واحتكاكات ومباريات الى اخره. فعايز اسالك على البطولات الكثيره دي، اكيد من ضمنها على الاقل في بطوله واحده ما تتنسيش، لان كانت ملابساتها مختلفه، ظروفها مختلفه، نوعيه الفرق وحجم قوتها اللي انتوا اضطريتوا تنتصروا عليهم عشان تحصلوا على اللقب البطوله دي كان مختلف، فانهي بطولات هي الاهم من وجهه نظرك؟ هو في كذا بطوله بصراحه، يعني هما 2 أو 3 هما اللي الواحد مش قادر ينساهم على المستوى المحلي، وفي بطوله برضه على المستوى الدولي، لكن محليا يعني اول بطوله افريقيا حققتها انا مع الجيل بتاعي كانت سنه 2013، دي كانت في طنجه في المغرب، وبطولة كانت قوية جدا، لان كان الخصمين بتوعنا اللي هم الرئيسيين كان النادي الترجي التونسي، كان في السيمي فاينل، الحمد لله قدرنا نتغلب عليه بعد ما لعبنا اكسترا تايم مرتين، وحصل ان احنا اتطرد من عندنا 2-3 أو 4 لعيبة مهمين، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا السيمي فاينل. وفي الزمالك لعبنا الزمالك في الفاينل، الزمالك طبعا فرقة تقيلة جدا في الهاندبول، وكانوا مدعمين نفسهم ب2 أو 3 لعيبة محترفين في البطولة دي، لكن الحمد لله كنا فريق شاب، يعني كنت انا وكان كريم السعيد ساعتها في الفريق، كنا اكبر 2 في الفرقه، كنا حوالي 28 سنه او 29 سنه، والفريق معظمه كان من جيل 90 وجيل 88 اللي هم في التوقيت ده كانوا حوالي 2 او 23 سنه، اللي هم علي زين واسلام حسن ومصطفى بشير وخليل، اللي هم يعتبروا قائم رئيس المنتخب حاليا، كانوا لسه طالعين في التوقيت ده. فكانت من البطولات الصعبه جدا، لان كنا رايحين وكان معظم الناس تقول ان احنا صعب ان احنا نحققها، لان الترجي في التوقيت ده كان تقيل جدا، والزمالك برضو في التوقيت ده كان تقيل جدا، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. وكان برضو بطولة السوبر الأفريقي كان ليها طعم خاص، لأنها كانت أول مرة تخش نادي الأهلي، وكانت الحمد لله
عن طريق جيلنا، وكانت على الخصم اللدود بتاعنا في الهاندبول يعني اللي هو نادي الزمالك او في النادي الاهلي في كل الالعاب. انا تخيلت ان انت هتتكلمنا عن كاس العالم للانديه من منطلق ان دي البطوله الاكبر. حضرتك انا طبعا كاس العالم للانديه ما هم بيترتب بعد ما بتكسب السوبر بتوصل لكاس العالم للانديه. يعني فانا بتكلم على مركز اول، احنا في النادي الاهلي بنحب دايما او تربينا انا رحت كاس العالم للانديه لكن ما توجتش فيه باي ميداليه، فبالنسبه لي انا شرف ليا ان انا اشارك فيه، لكن دايما الحاجه اللي بفتكرها وبتعلم فيها الحاجه اللي انا طلعت مركز اول فيها. فطبعا كاس عالم الانديه شاركت فيه مرتين، لكن البطولات فعلا اللي الواحد ما بينساهاش هي البطولات اللي بتسيب علامه في تاريخ النادي، لان بطوله السوبر الافريقي النادي الاهلي حصل عليها مره واحده الحمد لله، كان ليا الشرف ان انا اكون واحد من الناس اللي حققتها، لكن ان شاء الله في السنه الجايه ما تبقاش اخيره ان شاء الله يعني. حلو جدا. تعال بقى نروح لمحور هنا مونديال مصر 20 لليد طبعا 2021، وده حدث مش قليل وفي نفس الوقت مش متكرر، يعني احنا بنتكلم فيه تشالنج وظروف بتمر بيها العالم، لكن مصر قادره ويمكن الاستعدادات لحد دلوقتي والصالات اللي اتعملت والانشاءات وغيره بيثبت ان احنا كده ماشيين في طريق اكتر من رائع. كمان بطوله زي دي كبيره جدا، اكيد اي لاعب يحب ان هو كان يكون بيشارك فيها، بس خلينا اعرف منك كابتن محمد برضو انت شايف الحدث ده اصلا ازاي، ولو هنتكلم عن المنتخب كمان المصري. والله طبعا زي ما حضرتك قلتي ان هي بطوله في توقيت صعب جدا وتحدي للدوله ده رقم واحد، وتحدي للاتحاد وتحدي للمنتخب بتاعنا، لكن انا عارف قد ايه ان الدوله تعرف تنظم مصر او مصر كدوله كحكومه وكشعب، لما نحب نعمل حاجه بنعملها. احنا لعبنا بطوله افريقيا هنا في مصر في يناير 2016، كان في ظل تحديات فظيعه، كان في عدم استقرار امني نوعا ما، كان في الناس اللي كانت موجوده في رابعه او في التحرير، وكان في الفتره دي والناس رهنت ان البطوله دي مش تنجح، لكن بالعكس البطوله نجحت جدا، وكانت بنلعب في استاد القاهره، وكان استاد القاهره مقفول جماهير في كل الماتشات، وكان تحدي امني كبير جدا للدوله، لكن الدوله في التوقيت ده كل الناس كلمت على مصر ان مصر فعلا مستقره، واللي بيتقال في الاعلام ده مش صحيح. فانا عارف ان وده كان انا من وجهه نظري كان تحدي اصعب من اللي احنا فيه حاليا، لكن انا عارف ان الدوله عندنا لما بتحط دماغها في حاجه بتعرف تعملها وبتعملها على اعلى مستوى. بالنسبه للمنتخب عندنا طبعا تحدي كبير جدا، خصوصا لما طلع قرار من 4 أو 5 أيام ان البطوله من غير جمهور، فده طبعا بالاضافه للمنتخبات القويه المشاركه في البطوله، ان احنا فقدنا عنصر قوي جدا كان من العناصر اللي بتدينا دافع وبتاثر على الفرق المنافسه، لكن منتخبنا ان شاء الله منتخب قوي جدا، وانا ان شاء الله متفائل ان احنا ان شاء الله نوصل لابعد نقطه، واتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل مربع ذهبي. كلنا بنتمنى نفس الامنيه. عموما نستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا معاك. اتفضل.
شفنا مع حضراتكم يعني قائمة منتخب مصر لكرة اليد وأسماء كبيرة جدا، ويمكن وإحنا بنتفرج وبنسأل كابتن محمد يعني بعض الأسئلة، مين شايف أنه ممكن يكون يعني مفاجأة المونديال وغيره، وهو كان بيكلمنا برضو عن كواليس. يمكن دلوقتي كابتن المنتخب هو كابتن أحمد الأحمر اللي هو لاعب في نادي الزمالك، وقت ما حضرتك كنت موجود برضو كنتوا أنتوا الاثنين تقريبا كباتن المنتخب، وكنتوا بتنزلوا في أوضة واحدة يعني بالزبط. حابين نعرف الكواليس برضو وبعدين نيجي بقى للأيام دي اللي احنا فيها. بالظبط، يعني انا والاحمر نعتبر جيل واحد طالعين مع بعض من واحنا صغيرين، يعني انا اعرف الاحمر وانا عندي 10 سنين، يعني 27 سنه، هو كابتن الزمالك وانا كنت كابتن الاهلي، لكن احنا كنا في المنتخب في اوضه واحده، نعتبر بنخرج مع بعض بنروح ونيجي مع بعض. فدي حاجه انا بقولها للناس، يعني حاجه لنبذ التعصب، ان فعلا موضوع اهلي وزمالك ده جوه الملعب بس. يعني انا كده مصر الاحمر كنت بدافع عليه، كنت بدافع عليه بكل عنف، ما فيش مشكله خالص، لكن لما يقع انا بقومه واسلم عليه بعد الماتش، احنا اصحاب، مين كسب مين خسر ما كانتش تفرق. فده حاجه يعني حابب اقولها للجمهور، يعني ان موضوع اهلي وزمالك ده بيبقى جوه الملعب بس، لكن بره الملعب طبعا احنا اخوات كلنا وكلنا اصحاب، المفروض تبقى الامور كلها ماشيه على نفس المنوال، ده عادي وده طبيعي بالظبط كده، بالظبط، لان الموضوع مش مستاهل تعصب، لان الرياضه في الاول وفي الاخر هي حاجه معموله عشان نستمتع بيها، عشان نتخانق ولا عشان نتعصب ولا عشان أكيد. اي حاجه اكيد. طيب انت يعني هل شايف ان في فرق بعينها هي اللي ممكن تشكل تهديد او خطر ما على منتخبنا الوطني لكرة اليد في المونديال، وهل خريطة الخطورة اتغيرت بعد ما استجدت شوية أوضاع زي ما في فرق انسحبت نتيجة وجود فيروس كورونا عند كتير من اللاعبين أو الأجهزة الفنية؟ كان الولايات المتحدة زي ما احنا ذكرنا 21 واحد. وبالمناسبة الولايات المتحدة فيها لعيب مصري اسمه آدم الزغبي، من اللعيبة المصرية اللي بتلعب في الدوري المصري، هو كان لعب في منتخب مصر من حوالي 10 سنين، وبرضه هو من الناس اللي طلعت للأسف إيجابية يعني في التحاليل، وللاسف هو كان كبير الحقيقه. بالظبط، هو واحد منهم يعني، وكان من الناس اللي كان امنيه حياته يعني انه ينهي حياته في اللعبه بالبطوله دي، لكن ما حصلوش نصيب. بالنسبه للخريطه، فعلا الخريطه بتاعت القوه اتغيرت بالذات بعد موضوع كورونا ده، لان في منتخبات كتير حتى المنتخبات اللي جت فقدت عديد من نجومها، يعني مثلا على سبيل المثال انا يهمني منتخب السويد لانه معانا في المجموعه، منتخب السويد منتخب قوي جدا، ومنتخبات اللي يعني ليها باع في كره اليد، حصل على كاس عالم مرتين. بالظبط، تشيلي من المنتخبات اللي يعني ما تخوفنيش قوي ان شاء الله اللي هنبدا بيها النهارده. مقدونيا انا وجهه نظر ان هي كمنتخب اقوى من منتخب التشيك للاسف اللي هو اعتذر. مقدونيا عندها لعيب يعتبر من هدافي الدوري الاوروبي اللي هو لازاروف، بيلعب في الرايت باك او ناحيه اليمين، نفس مركز احمد الاحمر عشان اسهلها للناس. وعندهم حراسة مرمى على أعلى مستوى، يعني من المنتخبات اللي دمها تقيل يعني هتتعبنا. بالنسبة لمنتخب السويد فقد حوالي 9 من لعيبته الأساسية، ودي حاجة في مصلحتنا، ما بين إصابة ما بين كورونا ما بين اعتذارات علشان عندهم مشاكل أسرية بسبب كورونا أو حاجة زي كده، فدي شايفها حاجة إيجابية جدا. احنا إن شاء الله نحاول نطلع من المجموعة الأولانية بأكبر عدد من النقط، لأن زي ما حضرتك عارف إن احنا لما هنكسب في المجموعة الأولانية الفرقه اللي بتكسبها بتطلع معاها للدور الثاني بنقطك، يعني لو ربنا لو كرمنا ان شاء الله وطلعنا المركز الاول نطلع معانا 4 نقط، نلعب في المين راوند اللي هو او السكند راوند مع سلوفينيا ان شاء الله وروسيا وبيلاروسيا، نعمل مجموعه من 6 فرق يبقى طالعين معانا 4 نقط، فده يدينا يعني اولويه او ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل دور الثمانيه اول برده ان شاء الله. طيب انا عايزه اروح معاك للمنتخب المصري، وخليني برضو اتكلم انا وكريم معاك عن اللعيبه تحديدا، مين شايف برضو ان ممكن يكون مفاجاه المونديال، مين انت بتحط كده زي امال عليه من وجهه نظرك؟ طبعا انت كنت على معرفه بكل اللعيبه تقريبا. طبعا هم كل اللعيبه لعيبه كبيره وعلى مستوى عالي، طبعا بدون ذكر اسامي كل لعيبه كبار طبعا ان شاء الله يبقى ليهم بصمه وبصمه كبيره، لكن انا برضو من اللعيبه الصغيره اللي هي ان شاء الله ليها مستقبل وهيبقى ان شاء الله من اللعيبه اللي ليها بصمه، طبعا يحيى خالد بيلعب في الباك رايت وبيلعب في فيسبر من المجري، وفي احمد هشام برضو دودو ده من اللعيبه الكويسه جدا وواخد MVP في كاس عالم شباب ومحترف في نادي نانت الفرنسي، فلعيب من اللعيبه اللي الضوء مش متسلط عليها، لكن هو من اللعيبه ان شاء الله ليها مستقبل، وبيتهيألي لو ربنا كرمه هيبقى من المفاجآت في البطوله. حلو جدا. كنت بتقول لنا من شويه ان في منتخب، يعني بغض النظر عن هو انهي منتخب بالتحديد، بس في منتخب انت مش شايل همه قوي، يعني في فكره ان في بعض الاحيان بيبقى في فرق بتبقى انت نازل تلعب ضدها او يعني في مباراه وانت مطمئن،
لكن هل ما بيبقاش في مساحه كافيه لوجود مفاجآت؟ يعني مثلا منتخب معين او فرقه معينه انت نازل انت والفرقه مش باستهتار ولا استخفاف طبعا بالخصم بس الى حد ما مطمئنين، فتلاقي الاوضاع اتقلبت 120 ويبقى 180 درجه وتتفاجئ باداء ما كانش متوقع بالمره. حصلت معاك قبل كده في اي بطوله؟ عند حضرتك حق 100%. انا مش معنى انا قلت ان تشيلي من المنتخبات ما تخوفنيش انها نزل مش مستعدين، لا مش قصدي كده خالص طبعا. لا انا قصدي طبعا يعني حضرتك عندك حق، مش قصدي بالمية. انا بتكلم بس حصل فكره الطمانينه من عدم بالظبط. الطمانينه لو زادت عن حدها يحصل مفاجات اللي حضرتك بتقول عليها، للرياضه ملهاش امان او لعبه الهاندبول ملهاش امان. ياما فرق بتبقى داخله، يعني مثلا على سبيل المثال مقدونيا مثلا وسويسرا امريكا ودخلوا مكان تشيك، ممكن الناس كلها تقول ده ناس جايه من البيت وممكن ما يعملوش اي حاجه. لا، وارد جدا انه يحصل مفاجآت، وارد ان هم يوصلوا لابعد نقط محدش عارف، ان هم منتخبات كلها لعيبه محترفين على اعلى مستوى، لان كل منتخبات اوروبا منتخبات قويه حتى المنتخبات فمعنى ان انت، انا بقول ان تشيلي احنا اعلى عليها ليه؟ احنا تشيلي ما شاركتش في كاس عالم غير 4 مرات، ما عندهمش خبرات بالاحتكاك، ما عندهمش لعيبه دوليه على مستوى عالي في دوريات اوروبيه او حاجه زي كده. ده اللي خليني اقول كده. لكن طبعا احنا هننزل مركزين 100% ومجهزين ومتفرجين على فيديو وعاملين احصائياتنا كويس قبليها. لكن انا دايما اقول ان ده انا ماتش مطمن له، ان شاء الله هنكسب، لكن هنكسب بمجهود، مش هنكسب واحنا قاعدين في الاوتيل، يعني ده اللي اقصده. بس انا هستاذنك هنروح بس دلوقتي معانا زميلنا العزيز مينا ماهر، ونتكلم بقى طبعا عن التدريبات اللي بيواصلها الفريق الاول دلوقتي في ملعب التتش. خلينا نرحب بيك في الاول يا مينا، صباح الخير عليك. صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي ومن مقر النادي الأهلي بالجزيرة وبالتحديد ملعب مختار التتش وتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. يمكن بعد مباراة أمس وأداء أكثر من رائع لفريق النادي الأهلي أمام فريق الإنتاج الحربي اللي قدر يتفوق فيه النادي الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، قرر كوتش بيتسو موسيماني إنه يكون في تدريب النهاردة صباحي للفريق. يمكن هيكون في تدريب استشفائي ليه جميع اللاعبين المشاركين في المباراه، ولكن اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه يكون في تقسيمه خفيفه وتدريبات ايضا. يمكن كل الكلام ده عشان كان في تصريح كمان لكابتن كوتش بيتسو موسيماني انه هيكون الفتره الجايه بيرفع البدني ويرفع الفتنس لجميع اللاعبين قبل بطوله العالم للانديه، وكمان عشان في عندنا ضغط مباريات كتير جدا الفتره دي، فلازم يكون يركز تركيز قوي جدا على الفتنس. وايضا كان بيتكلم معاهم في المحاضره الفنيه قبل التدريب، يمكن التدريب بدا حالا وانا بتكلم معاكم، كان في محاضره فنيه بيتكلم فيها عن الاخطاء في التمرير، كان في بعض الاخطاء البسيطه في الثلث الاخير من الملعب وايضا في وسط الملعب في مباراه امس، ولكن هو دايما بيتكلم عن الاخطاء دي بعد كل مباراه، بيقعد يتكلم مع كل لعيب في كل تمريره ممكن يكون كانت غلط. يمكن كمان كان بيقول ان فريق النادي الاهلي كان قوي دفاعيا في مباراه امس، هيكون كمان في تركيز قوي على الضربات الثابته الفتره الجايه. يمكن هو بيقول ان جميع الفرق المنافسه لفريق النادي الاهلي بيتفرجوا وبيذاكروا كويس جدا النادي الاهلي، ده بيخليه يلعب بفورميشن او تكتيك مختلفه كل مباراه عن الثانيه، وكل مباراه ليها ظروفها الخاصه. كمان عندنا يعني الفتره الجايه ضغط كبير جدا في المباريات، عندنا مباراه البنك الاهلي يوم الحد القادم في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، وعندنا بعدها يكون في مباراة المقاولون العرب، وبعدها يكون في مباراة بيراميدز، وبعدها إن شاء الله يكون بنجهز سفر الفريق للمشاركة في بطولة العالم للأندية. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، حلم كبير بطولة العالم للأندية، لكل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق وكل الدعم للجهاز الفني والإداري واللاعبين. أنا هنا بمقر النادي الأهلي في ملعب مختار تتش، لو في أي أسئلة أو استفسارات أنا معاكم. يعني مين، انا كنت طبعا في الاول اكيد بشكرك، بس كنت حابه كده يعني ما فيش اي لاعب تقدر تاخد منه كلمه كده، يعني انا عارفه ان التمرين بتاعهم المفروض يبتدي الساعه 11 وهيقعدوا لغايه تقريبا 12 وشويه، فتقدرش كده تجيب اي لاعب؟ هيبقى صعب. هو الفكره ان دلوقتي يعني احنا موعد البرنامج مع موعد التدريب، يمكن زميلي عويضه لو جاب التدريب معاكم هتشوفوا ان الفرقه بدات بالفعل التدريبات، ولكن لو يعني في وقت، انه ما اظنش هيبقى في وقت بعد البرنامج انه نعمل لقاء مع اللاعبين. طبعا الماتش امبارح امينه كان ماتش يعني فيه مجهود، واكيد اللعيبه بذلوا مجهود ضخم جدا، يعني خليني برضو اعرف منك او نعرف الناس برضو اللعيبه جايه التركيز قد ايه، يعني عرفنا كده برضو الكواليس دي.
هو بالنسبة لمباراة أمس، عادة بعد كل مباراة بيكون في تدريب، التدريب اللي بيبقى عقب المباراة بيكون تدريب استشفائي للاعبين المشاركين. طبعا اللعيبة بيجوا التدريب كله حماس، مركزين في كل مباراة. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح كان بيتكلم ان احنا مركزين في مباراة البنك الأهلي، وبعد كده نقدر نركز في مباراة المقاولون، وبعد كده بيراميدز. كل مباراة ليها تركيز خاص، اللعيبة بتيجي حماس على مدار التمرين، مفيش يعني استهتار ولا تهاون بأي وقت طول التدريبات. يمكن زي ما احنا شايفين امامنا تدريبات النادي الاهلي يمكن في بدايه التدريبات. هل كان في تعليق مثلا على الماتش امبارح ما بين اللعيبه وبعض؟ سمعتها فكره كمان امبارح التالق اللي كان فيه وليد سليمان والهدفين اللي احرزهم، هل كان في مثلا كلام زي كده؟ هو عادة لعيبة النادي الأهلي دايما بيشجعوا بعض، دايما لو في لقطات إيجابية دايما بيتكلموا عنها، ولكن الأهم والتركيز كمان بيبقى على الأخطاء. يمكن كل لعيب بيبقى قلبهم على قلب بعض، بيتكلموا دايما معهم على الأخطاء، التمريرات إذا كان في تمريرات في بداية المباراة أو في الشوط الأول كان خطأ، إزاي نتجنبها في الفترة الجاية. يمكن زي ما كنا بنقول كأس العالم للأندية بنجهز له كمان من دلوقتي، مفيش أي يعني تهاون في أي فرصة، يمكن كل فرصة نحتاج نستغلها. فده دايما بيبقى الكلام ما بين اللاعبين، انه لازم نستغل كل الفرص، لازم التمريره تبقى دقيقه وصحيحه بنسبه 100%. كلام مظبوط جدا، ويمكن ده اللي كابتن موسيماني امبارح تحدث بشانه في المؤتمر الصحفي. هو قال في بعض التمريرات اللي كانت خاطئه، البعض منها كمان كان يعني على مسافات عاليه جدا او طويله، فهو يمكن فعلا ذكر الموضوع ده. على كل حال بنشكرك جدا زميلنا العزيز والشاطر والمتالق مينا ماهر، شكرا لك. عوده بقى لضيفنا العزيز كابتن محمد ابراهيم، ويمكن الوقت للاسف شديد سرقنا، بس يعني برضو عايزين نعرف مع حضرتك قبل ما نختم، انت بطبيعة الحال بحكم ان انت شاركت قبل كده في بطولات كتير وسافرت بالتالي مجموعة كبيرة من الدول وشفت المنشآت الرياضية وتحديدا الصالات المغطاة وملاعب كرة اليد، بعد التطوير اللي حصل سواء في استاد القاهرة الصالة المغطاة او الملاعب والصالات اللي تم استحداثها زي مثلا في 6 اكتوبر في العاصمة الادارية الجديدة بالضبط، على صعيد المنشآت تحديدا احنا واصلين لفين اذا ما قورنا بمنشآت الدول الغربية فيما يتعلق برياضة كرة اليد؟ مش عايز اقول لحضرتك، انا رحت طبعا الاستاد ولعبت فيه كتير، ورحت الصالة بتاعت 6 اكتوبر، ما رحتش طبعا برج العرب والعاصمة الادارية، لكن مش عايز اقول لحضرتك ان ما كانتش زيها بالظبط، زي نفس الكواليتي بالظبط ويمكن احسن، لان طبعا الارضيات اللي جت المرة دي اللي بنلعب عليها تعتبر تكنيك جديد او حاجة جديدة الاتحاد الدولي لسه مستحدثها، فانا شايف ان هي زيها ويمكن تكون افضل كمان، ودي حاجه كويسه لينا مش عشان كاس عالم بس، لا دي بنيه تحتيه بتفيد البلد، استثمار رياضي بالظبط، وتفيد كل الالعاب الجماعيه سواء فولي او باسكت، لو بعد كده اي ملف حبينا الباسكت استضيف كاس عالم، الفولي نفس القصه، يبقى عندك ملف قوي تقدر تقدمه، ان انت عندك بنيه تحتيه سواء 4 ملاعب او 4 صالات جداد اللي هم زي ما حضرتك قلت 3 اماكن استحدثوا بالاضافه لتطوير استاد القاهره، بالاضافه ان في 10 ملاعب تم تطويرهم برضو، دي ممكن حاجة الناس ما تعرفهاش، دي ملاعب التدريب، لأن المنتخبات اللي بتيجي الصالات اللي بتعمل دي تبقى عادة صالات للماتشات بس، الفرق أو الـ 32 فرقة دول بيبقى لازم ليهم صالات تدريب برضو، يعني كل صالة ماتش لها صالتين أو ثلاثة جنبها صالات تدريب، دي برضو حصل تحديث وإنشاء جديد ليها وتطوير. فأنا شايف إن كاس عالم فوائده كتير جدا، الحاجة الوحيدة السلبية ودي حاجة غصب عننا هي موضوع الجماهير، لكن أتمنى إن شاء الله إن الموضوع يبقى على أحسن وجه ويكمل على خير إن شاء الله. كلام جميل، وبنشكرك جدا لوجودك معنا كابتن محمد، شكرا ليك، إن شاء الله ويبقى يعني الفوز يا رب بإذن الله يكون منتخب مصر. بشكرك جدا واستمتعت بيك، وأنا يعني من أكتر المعجبين بيك شخصيا قبل كرة الأهلي طبعا. شرف لينا، ربنا يخليك، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. طيب احنا هنطلع فاصل، بعد الفاصل هيكون مع حضراتكم أو هيكون لينا مع حضراتكم عدد 2 فقرة حوارية، الفقرة الأولى هتكون مع نهواند، وأنا إن شاء الله أكون مع حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. شباب الأهلي 2003 في كرة الماء يواصل تفوقه ويحقق لقب بطولة الجمهورية لكرة الماء بعد تغلبه على هليوبوليس في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي، ليحافظ فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2003 على لقب بطولة الجمهورية للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 10-6، وأقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي،
وشهدت منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة، وقدم فريق الأهلي عرضا قويا خلال المباراة التي شهدت تألق جميع اللاعبين الذين نجحوا في الفوز ببطولة الجمهورية. كان فريق الأهلي 2003 قد توج بلقب بطولة الجمهورية في سبتمبر الماضي على حساب هليوبلس أيضا بالفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 5-4، ليواصل قطاع كرة الماء في النادي الأهلي تحقيق كافة الألقاب لمختلف المراحل السنية والفريق الأول والتربع على قمة كرة الماء في مصر بلا منازع. هذا التفوق يؤكد الطريقة المثالية التي يدار بها قطاع كرة الماء الذي يرأسه وائل عزت ويعاونه محمد فاضل نائب رئيس الجهاز ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء ومدحت فرج نائب مدير الجهاز وعمر ممدوح المدير الإداري وسامح العشري الإداري وخالد بن عيسى المحلل الفني. في الأوقات كده ممكن حد يجي يسألنا هي البطولات بتاعتكم بس في كرة القدم؟ أكيد لأ، ويمكن الواقع هو اللي بيثبت ده. احنا بنتكلم هنا عن أبطال الجمهورية ولاد الأهلي فريق 2003 لكرة الماء، اللي يعني دايما بنتشرف بيهم واللي محققين فعلا على الأرض بطولات يعني كلنا بنسعد بيها. خلينا بقى نتكلم في التفاصيل أكتر، والفترة اللي احنا كنا بنتكلم بشأنها عن COVID-19 والتوقف، لكن هي انعكاسها على النادي الأهلي تحديدا بصراحة كان إيجابي جدا. نعرف السر بقى. خلينا نرحب بكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين لكرة الماء. صباح الخير يا فندم. ومحمد فؤاد فرج لاعب الفريق الأول كرة ماء بالنادي الأهلي، صباح الخير عليكم وألف مبروك علينا. مش ألف مبروك عليكم بس، ألف مبروك علينا كلنا كأهلوية. سعداء جدا إن احنا دايما نشوف كده إنجازات بتحقق على الأرض. وحبدأ بحضرتك كابتن وليد، فكرة هنا معلش السؤال ده لأن لازم يكون في سر. احنا COVID-19 جاي من هنا، وإحنا حققنا بطولات كتيرة جدا، يمكن في الماء، في كرة الماء، في السلة، في اليد، في كرة القدم كمان. السر ورا ده إيه؟ والله هي أنا اللي شايفه هما تلات عوامل عندنا. هو في شق إداري وشق فني وشق بدني بقى. يعني الإداري عندنا كمجلس إدارة والدعم اللي عاملينه لفرق النادي كلها، النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر برضو يعني دعم غير عادي للألعاب كلها في النادي الأهلي. الشق الفني يمكن برضو مجلس الإدارة دعم مدربين كرة الماء في النادي الأهلي، ويمكن عملنا معايشة مع أعلى مستويات في كرة الماء اللي هو في صربيا. يعني يمكن عملنا معايشة أسبوعين قبل الكوفيد 19 ديا، فطبعا لحقتوا كده الحاجات يعني الأخيرة فعلا فرق معنا فنيا. فده الشق الأولاني الإداري اللي هو دعم النادي لينا، والشق الفني ان احنا بصراحه يعني تطور الاداء جدا بالموضوع ده. والشق بقى البدني اللي هو يمكن الاولاد عندهم يمكن احسن العناصر الموجوده على مستوى مصر، ويمكن الموهبه فيها كبيره جدا، ويعني يمكن التلات عوامل دول هم الاساس في قصه نجاح المنظومه جداً. يعني نتكلم بقى معاك يا محمد، ولسه كنت قبل الهوا بسألك، الأهلي طبعا في المقدمة في كرة الماء سواء ناشئين أو فريق أول، وفي نفس الوقت المنافس بيكون دايما التاني أو الأقوى تقريبا هليوبلس. خليني أعرف منك أكتر، واستعداداتكم بتبقى إزاي لما بيبقى فيه خلاص يعني بطولة دلوقتي وبتنافسوا فيها هليوبلس، وفي نفس الوقت أنت مركزك إيه برضو في الفريق؟ أنا بلعب وينج في الفريق، وقبل الماتشات المهمة اللي مع هليوبلس طبعا لازم يبقى تركيز 100% من أول ما بتنزل التمرين لحد ما بتخلص التمرين. ما فيش هزار، ما فيش اي حاجه، انت بس قدامك هدف واحد ان انت تكسب الماتش وخلاص. هو ده بيبقى هدفك وانت نازل التمرين لحد ما تخلص التمرين. حلو. مش اول ما بتنزل التمرين بس، لا، انت من يومك كله من الصبح لحد بالليل بيبقى حاطط في تفرغ بقى. يعني انتوا دلوقتي انت اكيد بتدرس صح كده؟ اكيد. هل بقى الموضوع بيجي شويه على حساب الدراسه في الفتره اللي بيبقى فيها بطوله كبيره زي كده او ماتشات قويه؟ اكيد، بس انا يعني اهم حاجه انك تعرف بس تنظم ما بينهم. لان مش كل حياتك كده تبقى الرياضه، الدراسه برده مهمه. صحيح. بس اهم حاجه انك لازم تظبط ما بينهم، تمارين الصبح وتمارين بالليل، تذاكر في النص، تنام كده.
النقطه دي يمكن كابتن وليد مهمه، لان بعض الرياضيين اللي جم معانا هنا كانوا بيتكلموا ان شويه بيواجهوا صعوبات، لان التوازن ما بين الدراسه والرياضه صعبه شويه، لان بعض الكليات مثلا على سبيل المثال ما بتراعيش الجزئيه دي او الشق ده. ازاي بقى حضراتكم بتقدروا ككباتن ان انتوا توازنوها؟ يعني اللي حصل في قصة الكورونا دي يمكن فرقت معانا شوية، عشان فالناس تقريبا يعني ما كانش حد بيروح مدارس والجامعات وكده، فالناس تقريبا يعني فاضية وكله شغل أونلاين. يعني حتى أنا يعني في وسط تمرين بيبقى فيه ولد بيبقى عنده كلاس يروح طالع فاتح ويروح نازل تاني، فالولاد فاضيين. احنا يمكن فرقت معانا قوي ان احنا كنا عاملين تقريبا معسكرات مفتوحة تمارين صبح وبعد الظهر. الولاد تعبوا معانا جدا لغايه لما وصلنا لدرجه فنيه عاليه جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك، الموسم اللي فات غير الموسم ده. الموسم اللي فات كانت المنافسه قريبه جدا، احنا كسبنا 5-4 كسبنا 5-4 هليوبلس، لا الموسم ده 10-6، ففرق الجاب وسع طبعا غير يعني تقريبا دبل سكور، وده انجاز ان زي ما حضرتك بتقولي كده منافس شديد جدا نادي هليوبلس. فده يعني زي ما بيقولوا كده وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم، فهي جت لنا في صالحنا ان احنا الولاد قاعدين لنا بقى، الولاد موجودين احنا في التزام تفرغ سليم. طب اللياقه البدنيه بقى محمد اروح، يعني طبعا في تدريبات اونلاين على طول، بس انت ازاي كنت بتشتغل بقى الشق بتاعك انت الاجتهاد بتاعك ان انت تحافظ على برضو لياقتك، حاجات زياده كنت بتعملها مثلا فتره الكوفيد؟ هو اكيد كل واحد بيبقى ناقصه حاجات. احنا الفتره دي بقى كنا بنركز معاها، وكابتن وليد طبعا ما كانش بيسيبنا، لازم يركز معانا ويقول لنا اشتغل واشتغل. ونظام الاكل، ان في ناس كتير رياضيين برضو في الفتره دي ممكن يكونوا نظام الاكل اختلف الى حد ما غصب عنهم. لا هو يعني احنا فتره الكورونا وقعدتهم في البيت احنا ما سيبناهمش كويس، لان احنا عارفين اللي هي الرجعه هتبقى يعني الاتحادات اول ما ترجع هتبدا ماتشات، لان الوقت كان ضيق جدا، فكنا ما كانش ينفع طبعا ان احنا نسيبهم خالص، كنا على طول في ظهرهم، على طول معاهم، على طول متابعينهم. يمكن برضو في حاجات مميزات، كان عندنا اولاد عندهم حمامات سباحه فكانوا بيشتغلوا برضو كويس جدا، فدي كانت نافعانا جدا. لما رجعنا واقفين على رجلينا. احنا دلوقتي دي صور طبعا للفريق، برضو خليني اعرف من حضرتك لو نتعرف على بعضهم، بس مش الصوره دي لان ده الظهر، لو نجيب صوره واضحه شويه. ده هنا بعد دي كانت ماتش ولا ده كان تمرين؟ ده كان ماتش النهائي، ده الماتش النهائي، ودي صور اتاخدت يعني تلقائيه كده من المباراه، وده ميدو اهو فرحان اهو. فدي طبعا كان دي اخر بقى، كان تقريبا باقي اخر هجمه في المباراه، وكنت ده بيرموني في المايه بقى، ميدو برضو اللي زيني بيرميني. رموك في المايه يا كابتن وليد؟ حلو جدا. طيب لو هنتكلم بقى عن قطاع الناشئين، بما ان حضرتك كابتن وليد مدير قطاع الناشئين، ودايما بيقولوا ان هذا القطاع يعني ربما الاصعب والاهم، يعني هو ده اللي بيطلع منه لعيبه المستقبل، هو ده اللي بيحدد بعد كده مستوى اللعبه في المستقبل مهما كانت اللعبه ايه. فاخبار قطاع الناشئين ايه عندنا في كره الماء؟ هو طبعا زي ما بقول لحضرتك الاهتمام الكبير فعلا بقطاع الناشئين، ان هو نواه الفريق الاول في النادي الاهلي. احنا برضو بفضل الله لسه برضو كان في بطوله 2005 برضو ربنا كرمنا وكسبنا النهائي، وده كان نهائي صعب، لان يعني كان منافسه جديده جدا، لان كل ما بنكبر كل ما الجاب بيكبر مع الاولاد، ولكن الصغيرين بيبقى قريبين قوي، فكانت منافسه جديده. فاحنا يمكن اول بطوله 2005 ودي تاني بطوله 2003 ربنا كرمنا فيها. والصالح بقى والجهاز بقيادة الكابتن وائل عزت دايما بيحط المدربين الأكفاء في المراحل السنية الصغيرة، المراحل السنية المناسبة، لأن هو زي ما بقول لحضرتك كده هو ده مستقبل النادي الأهلي. فهو المدرب الكفء هو اللي يطلع اللعيب الكويس اللي هيستمر ويدي للنادي الأهلي في الفيرستين. محمد، فكرت في الاحتراف مثلا قدام؟ سؤال يمكن صعب قدام كابتن وليد، بس خليني أعرف. واكيد هو يعني برضو حضرتك بتفكر في حاجه زي كده للعيبه عندك، صح؟ طبعا دي حاجه كويسه ليهم ولصالح مصر بقى، يعني هي القصه كلها فكرت في بقى فيها يا محمد؟ اكيد كل واحد بيبقى بيفكر ان هو يبقى حاجه احسن اكيد. بس طبعا ده ما ياثرش على تمريني، لان تمريني لازم يكون عالي المستوى عشان اعرف احترف. طب خلينا بقى نعرف من حضرتك دلوقتي الكؤوس اللي معانا دي، برضو عارضها للناس، ده ايه بقى؟
ده كاس البطوله، ده المركز الاول. وهو ده الجميل فيه بقى ان هي دي ثالث سنه على التوالي طبعا، يعني طبعا وسنه صعبه إنجاز. وسنه استثنائيه، ده اللي بنتكلم فيه. لا وحضرتك كمان ان انت تثبتي على مستواكي او المستوى الاول ده اصعب، ان انت يعني لو ما احنا ناخد مركز اول سهله، لكن انت تحافظي عليه وسنتين ورا بعض فده انجاز كبير يتحسب للولاد بصراحه ويتحسب للنادي الاهلي. وبالنسبه للكاس تاني ده برضو لو احسن مدرب. طيب هو ده الكلام بقى. بما ان احنا بنتكلم بقى عن كاس احسن مدرب، وايوه وريه برضو للناس، شكرا لحضرتك اهو. برضو احنا عندنا افضل لعيبه وافضل فرق وافضل مدربين يا جماعه، يعني مش ناقص حاجه. مبروك طبعا لحضرتك كابتن وليد، اكيد ده جه برده بعد يعني عناء وبعد مجهود كبير جدا. نفهم بقى من حضرتك لحظه الاختيار والمعايير اللي تم الاختيار عليها، دي مهمه جدا. المدرب انا بشوفه برده اصل نجاح اللاعب نفسه. هو طبعا المعايير كلها فنيه، يعني بيبقى في مجموعه من الاتحاد، اللجنه الفنيه بتبقى موجوده وبتقيم بقى طبعا المدرب من اول البطوله لاخرها، معاملته مع الحكام، معاملته مع اللعيبه، تواصل الشق النفسي إنذار. كمان اعتقد مهم جدا طبعا. انا بقول لحضرتك كل حاجه دي، يعني هو الـ 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 الاجزاء دي طبعا في خد انذار، ما خدش، تعامل مع الحكم بطريقه او فكل ده بيتجمع بنقط او نقط ويبتدوا يخيموا المدربين. طبعا الشق الفني اللي بيكسب البطوله بيبقى واخد طبعا، بيبقى ليه قدر اكتر. فطبعا الحمد لله ربنا كرمنا واحنا تعبنا والولاد تعبوا، زي ما بقول لحضرتك يعني احنا تقريبا من شهر 7 ما بطلناش، يعني يمكن انا كنت بقول للولاد ربنا هيجبر خاطركم عشان انتوا تعبتوا، يعني احنا تعبنا لكن انتوا تعبتوا اكتر، لان المجهود انتوا اللي بتعملوه، احنا ما علينا الا بنوجهكم، ولكن المجهود انتوا الرجاله وانتوا الابطال. فيمكن انا بشرتهم انتوا هتكسبوا عشان انتوا عملتوا مجهود من شهر 7 فعلا، ما حدش فيهم توانى. وزي ما قال كده هو، لا مش كان بيوفقوا، لا هم كانوا جايين على كل حياتهم الشخصيه، فسحهم، اصحابهم، الرياضه كانت نمره واحد في حياتهم. وانا دايما كنت بقول لهم في اولويات، يعني دلوقتي يعني تقريبا الجيل ده اغلبه ثانويه عامه، فاقول لهم الاولويات دلوقتي الرياضه، لكن انت معاك مجالك ولسه معاك وقتك هتقدر تذاكر وتلم وتعمل. فهم بصراحه كانوا مدين اولويه لكره المايه، وده يمكن عشان كده ربنا كرمهم، ولكل مجتهد نصيب يعني. صحيح، واكيد في دعم يا محمد برضو عندك في الاسره، يعني اكيد برضو كل ام واب في السن ثانويه عامه تحديدا يبقى ركز في المذاكره، ركز في مستقبلك، المنتاليتي دي او الثقافه دي موجوده. اكيد اهلك لا داعمين فكره كمان ان انت تركز اكتر في الرياضه او تديها اهتمام اكبر، صح كده؟ اه طبعا اكيد. وانا كمان يعني مش بلعب ووتر بولو بس، انا بلعب ووتر بولو وسباحه اتنين. فانا اهلي يعني بيحبوا الرياضه ودايما بيشجعوني دايما. الحمد لله يعني من غيرهم ما كنتش عرفت اعمل اي حاجه. احنا عايزينك بقى يا محمد ان شاء الله يعني كمان في اللقاء الجاي كده تطمنا على الدراسه ويبقى في بطولات تانية. انا مبسوطه جدا والله بجد. الف مبروك مره تانية، والف مبروك علينا وعلى جمهور الاهلي اللي بيتابعنا. يعني زي ما بنقول كده النادي الاهلي دايما بيفرحنا، دي حقيقه بجد. خلينا بقى نروح فاصل، بس انا هسيب حضراتكم لان الفقره الجايه هيكون كريم معاه الضيفين وهنتكلم برضو عن انجازات كره الماء في النادي الاهلي، وانا هشوف حضراتكم ان شاء الله الحد الجاي. مع السلامه. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، بنكمل معاكم فقراتنا واحتفالنا بنجوم كره الماء بالنادي الاهلي وتحديدا فريق 2003 وتتويجهم ببطوله الجمهوريه. معانا دلوقتي كابتن احمد ياسر وهو كابتن الفريق، واحمد صالح لاعب الفريق كره الماء بالنادي الاهلي. صباح الفل عليكم، سعداء بيكم، منورنا. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طب انا معانا هنا في الاستوديو عدد 2 كاس، صح كده؟ كاس احسن لاعب برضه، عايزين نعرف كده منك البدايه ملابسات حصولك عليه، وده كاس البطوله. طيب نبتدي معاك يا كابتن احمد وحصولك على كاس احسن لاعب، يعني الحافز النفسي اللي في النوع ده من الامور والتقدير بيبقى يعني انعكاساته عليك وعامله ازاي؟ طبعا هو الحمد لله طبعا مجهود الفرقه والمدرب طبعا. هدفنا ان احنا كنا نكسب البطوله في الاول، والجوائز الفرديه دي جنب الجوائز الجماعيه طبعا، وخدتها السنه اللي فاتت، فكان ليا ده حافز ان انا اخدها تاني وان احنا نكسب ان شاء الله وبس. جميل. فكرة ان انتوا تبقوا حاصلين على بطولة الجمهورية وكاس اللي منور معانا في الاستوديو، برضو مشوار ما كانش سهل بطبيعة الحال، واضطريتوا تخوضوا من خلاله يعني منافسات مع فرق مش سهلة ومش هينة. تلخيصك للبطولة دي تحديدا كابتن احمد؟ لا هو احنا تعبنا يعني زي ما كابتن وصي كان بيقول من شهر 7
احنا يعتبر ما وقفناش تمرين، شغالين في البيت، وحتى في وقت الكورونا كلنا كورونا. كنا بنتمرن، كلنا كنا مظبطين اكلنا وظابطين كل حاجه. ولما رجعنا الحمد لله كان في بطوله لعبناها، وبعديها كملنا تمرين عشان بطوله 2003، والحمد لله يعني كسبنا. اقوى منافس يا كابتن احمد يعني لعبته ضده ماتش مش سهل، هو ماتش الفاينل كان هيليوبوليس، بس احنا كسبانين 10-6 يعني فرق سكور محترم، بس كان برضو يعني نفسيه وكل حاجه لازم ان احنا نكسب، وكان على ارضنا ودي البطوله الثالثه اللي احنا نكسبها، فكان طبعا لازم نكسب وعلى ارضنا والناس اللي جايين لنا، فده كان نفسيه كده شويه، بس الحمد لله طبعا اكيد بتفرق كتير. طيب يعني كره الماء في مصر، واحنا عندنا يعني برضو بسم الله ما شاء الله لعيبه زي الفل كده، وعندنا نوال لعيبه كمان مستقبلا هيكونوا زي الفل، احنا فين عالميا في الرياضه دي؟ لا هو احنا مش صراحه مش قوي في العالميه. ليه؟ لعبه مش مشهوره، مش مشهوره في مصر قوي يعني بره، في لغايه النهارده لسه اللعبه برضو الى حد ما مضبوطه، ابتدت تتشهر اكتر من زمان، انا اخويا كان بيلعب كره ميه بس على ايامنا احنا، دلوقتي ابتدت تتشهر اكتر بكتير من على ايامه. يعني هو المشكله في الشهره، يعني هل ان هي لعبه مش مشهوره قوي، اللعبه مش شعبيه، مش ده بينعكس بالسلب على مساله مثلا جلب رعاه او معلنين؟ أيوة، على مساله سيوله تكون متوفره في الاتحاد. ده حقيقي. اوكي، برغم النجاحات اللي حصلت الفتره اللي فاتت وبطولات كتير برضه، لا ما بتفرقش قوي. طب يعني كابتن احمد من وجهه نظرك، وانت لسه بتقول يا هادي في المجال، بس يا هادي بتاعتك اللهم صل على النبي فيها كاسات واحسن لعب وشغل جامد، يعني ايه اللي ناقصنا عشان تبقى كره الماء المصريه ما تقلش عن الـ 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 يعني الخصوم او المنافسين في الدول الغرب؟ ايه اللي ناقصنا؟ طبعا لازم اللعبه تتعرف وتاخد حقها زي بقيه الالعاب. زي حقها ده اللي هو ايه بقى؟ عايزين نقط كده يعني كلعبه مثلا تبقى تتشهر، يعني تتعرف ان في حاجه اسمها كره ميه عشان يجي لها جمهور ويجي لها قنوات وكل الحاجات دي، فلازم تتعرف الاول زي الكوره وزي الهاندبول والحاجات دي كلها. طب مواصفات لاعب كره الميه لازم يكون عنده ايه وايه وايه؟ لازم يبقى لياقته حلوه، نفسه قوي، يبقى هو لعيب ذات نفسه فت في يعني لياقته البدنيه، لازم يبقى صحته كويسه في الميه، يبقى قوي مش ضعيف، يبقى ذكي، لازم تبقى ذكي جدا في كره الميه. بس تاني انتوا يعني كره الماء، وانتوا طبعا ادرى مني بكتير، بس الموضوع مقسوم نصين، النص اللي هو فوق الميه جزئيه الارتقاء والتسديد وما الى ذلك، بس الجزء اللي تحت الميه ده عالم بيتخيل لي مش كده برضه، وفي شغل جامد بيتعمل تحت، عشان كده سمعنا حتى ان المفروض ان خاصيه الفار هتبقى موجوده في كره الميه. ولا الكلام ده مش مظبوط؟ ايوه صح، بتهيألي الخطوه دي متاخره جدا. دي حقيقه. ايه بقى النوع اللي بيحصل تحت الميه؟ قولوا لنا كده. هو في ضرب، في ضرب وحاجات كده من تحت الميه والميه والحاجات دي، بس طب الحاجات دي ما بتتشافش من المراقبين؟ لا من تحت ما بتتشافش. صعب. لو فوق الميه الحكم ممكن يشوف. طب ليه السنين اللي فاتت دي كلها ما حصلش ان حد حتى يقترح ان هم يستحدثوا خاصيه الفار في كره الميه؟ ما كانتش لسه معروفه قوي يعني بالنسبه لعامه، بس ابتدت تتعرف تتعرف في كره القدم بقى لها فتره حلوه، والمبدا نفسه المنطق عادي يعني. بس هي برضه احنا عندنا الفار يعني اتعملت في مصر في نادي واحد بس، هي بره الميه يعني برضه، حتى اللي جوه الميه مش متشاف، فهي اللعبه برضه عادي. حتى اللي فوق المايه مش بتشاف ازاي؟ لا اللي فوق المايه بيتشاف، اللي تحت المايه لا. اوكي طيب، وانتوا ان شاء الله الفتره الجايه بعد حصولكم بقى طبعا على الكؤوس الحلوه دي، احسن لاعب وكاس بطوله الجمهوريه، ايه اللي جاي ان شاء الله؟ بتجهزوا نفسكم لايه؟ احنا عندنا بطوله 2001، احنا 2003 وده 2004، فاحنا متصاعدين اللي اكبر مننا، فعندنا بطوله مع 2001 ان شاء الله مع كابتن وصفي وكابتن وليد كمان اسبوعين تقريبا. أوكي. فدي ان شاء الله بنسعى عشان عايزين نكسبها ان شاء الله ونحقق كل اللي حققناه ده تاني ان شاء الله. وهل في بطولات قاريه مثلا الفتره الجايه، بطولات دوليه؟ لا هو كله موقوف يعتبر عشان الكورونا وكده، فيعتبر كان كله متوقف. اوكي طيب، برضه عايز اعرف منكم نوع التدريبات، يعني انت قلت لي من شويه كابتن احمد يعني برغم فتره التوقف بتاعت كورونا انتوا ما وقفتوش، انتوا كنتوا في البيت بتتمرنوا. بتتمرنوا ايه بقى في البيت؟ هل هي اللياقه فتنس؟ فتنس، النوع ده من جيم وفتنس ارضي كده يعني. اوكي، وطبعا نفس الكلام ينطبق على لا ده الفريق كله، كابتن وليد وصفي طبعا وكابتن وليد عز تعبوا معانا وكانوا بيخلانا نتمرن واحنا في البيت.
وكانوا متابعيننا طبعا على الموبايل واونلاين وكل الحاجات دي عشان لما نرجع يبقى في صحه وفي نفس عشان البطوله. بس من الواضح ان ما كانش في تاثر سلبي كبير في موضوع كورونا. بسم الله ما شاء الله انتوا رجعتوا بمنتهى القوه وعملتوا شغل زي ما ده. والله بسبب الكباتن ان هم وقفوا جنبنا وخلونا نتمرن احنا في البيت وده حفزنا بصراحه الحمد لله. حلو جميل. طيب برضو نرجع للرياضه نفسها كره الماء في حد ذاتها من حيث المبدا، ايه المميزات اللي فيها عن بقيه الرياضات؟ انا ليه بسالكم السؤال ده وعايز اعرف ردكم انتوا الاثنين عليه، عشان يمكن كره الميه من الحاجات اللي مش بتتبادر لاذهان كتير من اولياء الامور اللي عندهم اولاد صغيرين في مرحله سنيه عايزينهم يبتدوا يلعبوا رياضه بشكل نظامي وبشكل احترافي، يمكن ما بتخطرش على بال اولياء امور كتير، ويمكن من ضمن الاسباب تفصيله كده صغيره برضو تؤكدوها لنا فكره حمامات السباحه في الشتاء، يعني الدنيا برد رصاص وانتوا عادي جدا بتقلعوا البرانس ونازلين في الميه وطالعين من الميه، فيمكن حاجه زي كده بتقلق او بتخوف اولياء الامور، فاحنا عايزين نقنعهم بالعكس، نقول لهم عناصر الجذب اللي في الرياضه دي وابنهم او بنتهم لما يمارسوا الرياضه دي بالتحديد هيستفيدوا ازاي على كل الاصعدة. كابتن احمد نبتدي معاك. هي اولا في الشتاء احنا الدنيا بتبقى تمام، الميه كده كده بتبقى متسخنه عندنا في النادي وفي بقيه النوادي برده نفس الكلام، فده مش حاجة يعني تبوظ أي حاجة. وثانيا لعبة ممتعة جدا، يعني بتستمتع وانت بتلعب، تلعب وبتشمس وفي سكيلات وبتعوم وكل حاجة، فده بتديك حاجة يعني نفسية تبقى حلوة. كابتن احمد. هي طبعا أحلى حاجة إنها لعبة جماعية، يعني أنت ما بتلعبش لوحدك مثلا، فلعبة جماعية بتبقى كلكم عندكم هدف واحد، أنت والفريق والكابتن بيبقى عندكم هدف اللي أنتوا توصلوا له، ولعبه ممتعه بس عشان مش مشهوره فالاولياء الامور لسه ما عرفوهاش، فده برضو المشكله في كده. وبشكل عام المنافس الاقوى والدائم الشبه ثابت للنادي الاهلي مين؟ هو هليوبلس كل السنون. ده من زمان الموضوع ده، وبتهيالي بيجي بعديكم او يعني ممكن يبقى فيه قريبين بدرجات يعني قريبه، الجزيره برضو بتهيالي وسبورتنج في اسكندريه، ولا بعيد شويه سبورتنج؟ مش على حسب المواليد كام بالظبط. على كل حال انتوا شرفتونا ونورتونا، مبروك الانتصارات والكؤوس الجميله، وان شاء الله نرجع نلتقي بكم مره ثانيه بالمزيد من الكؤوس والنجاحات والانتصارات. نورتونا، بشكركم شكرا جزيلا. اكيد الشكر كله موصول لحضراتكم على حسن المتابعه.